النهارده يا جماعه هنخوض المغامره وهنلعب الجزء الثاني من لعبه سلندرين. لعبنا الجزء الاولاني يا جماعه وخلينا نشوف الجزء الثاني محضر لنا ايه. الله يستر الاصوات الغريبه دي. عندنا سلندرينا وكمان مامتها وعندنا كمان بسم الله ما شاء الله ابنها. العيله السعيده كلها يا جماعه هنشوفها النهارده. الله يستر. اعوذ بالله. ترجع في وشنا. طلعت عامله زي الزومبي يا جماعه. نختارها. اوكي اخترنا هنا درجه الصعوبه يعني اللي شغاله يا جدعان. وطلعت ما شاء الله انجلينا بخت فينا يا جماعه. اوكي انا اول ما نزلت محبوس وعندنا هنا الباب ممنوع الخروج. اوكي القفص ده بقى نحاول ايه. ادخل على مسؤوليتك. لا يا حبيبي انا ما ادخلش يا جماعه. عايزين نخش يا جدعان. اللايك يا جماعه اللايكات انزلوا تشتركوا عشان ممكن اخش ما اطلعش تاني. فلايكاتكم يا جدعان وانزلوا اشتركوا بقى في القناه الزرار الاحمر تحت كده. الحقوني بسرعه لما تاكل. ناخد دي كمان. ايه ده مش فاهم دي ايه دي. ناخدها دي يا جماعه. ما تهات يا ابني انت خايف تديها لي ولا لا استنرينا استني بس مش ناقصين هبل بقى. في ايه الجنان. افتح يا عم. يا لهوي ده ايه ده يا جماعه ده. والله شكلي بردت ولا ايه. اتحسدت يا جماعه منك لله يا استعبيت سلندرينا. كمل. ايه ده في كشاف يا والله فكرت مطفي يا جماعه. ده طلع بسم الله ما شاء الله منور. كمل بوجودكم اكيد. افتح. اوكي طب انا حلاوه ده الولا صح. ايه الولا صح. لا مش هينفع ابص في الخريطه دلوقتي يا جماعه. خلينا بس ايه نمشي نشوف كده اي حاجه نستفاد بيها قبل سلندرينا ما تلغي. تلغي ابنها ويجي يبخ. افتح يا عم يجي يقرفنا. كيف افتح الادراج. مفيش اي حاجه. كمل. سامع صوت كواكب. الله الله الله. ولا 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 ما عرفتش تربي يعني القلب. فين ماما. اجري 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 اجري. درجن 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 درجن. ما تهدى يلا بقى. خلاص خلاص يا ولد يا ولد. عيب عيب عيب. فين ماما. جاي ولا ايه. يا رب ما يكونش شافني. اوه هو بيتفسح في الطرقه يا جماعه بالحفاظ بتاعه. اوكي 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 اهم حاجه بس ما عملناش حاجه. تخيلوا كنت خرجت اعلى من كده. يا لهوي كان زماننا دلوقتي. كل سنه وانتم طيبين. اروح فين طيب. خلينا نروح طيب هنا. افتح يا عم. لوكد ايه لوكد ايه حرام عليك. قلت لك كان في مفاتيح يا جماعه. والله واد معفن عمال افتحها ما فيش اي حاجه. ما فيش ولا اي مفتاح ولا اي بطيخ. ساعات بتعلقها على الابواب من ورا يا جماعه. يب انا فاكر في الجزء الاولاني كانت المفاتيح هنا تبقى ورا الباب دايما. بس غريبه المره دي ولا في اي هنا ولا اي بطيخ. يا ريت يا جماعه المحققين يفهموني في ايه. بصراحه انا مش فاهم حاجه. دايما بتكون ورا الباب. ايوه مش شرشر يا جماعه. كمل. في يا ابني الباب ده. والله الباب شكله صب صبت اللعنه يا جماعه. اجري 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 اجري. خلينا نشوف الجنب الثاني. ما فين سلندرينا. شكلها قاعده بتوك او بتاكل الواد يا جماعه. خلينا نشوف طيب. استني يا سلندرينا بشوف الخريطه. والله والله بطلي بواخه بقى. دي البواخه بتاعتك دي بتيجي في اوقات غير مناسبه. مفتاح ده. لا كتاب. احنا لسه عندنا 8. قول لا واحد بس. يعني كمل ماشي. اوه خلينا نفتح الباب ده. يا رب رأي لي حاجه. ماله ضخم قوي كده يا جماعه. مجموعه كاوتش ماشي. وعندنا في دولاب هنا. يا رب الاقي مفتاح. طب انا افتح. ممكن الاقي في كتاب هنا. انا ممكن فعلا بيحطوا كتب هنا. يا ريت تفهموني عشان مش عارف بصراحه. اوكي كمل. خلينا نروح نشوف الباب التاني. الولد قاعد بيتمشى. خلاص باكل واتغذى يجي يقرف مين. اهو موجود. تعالى يا حبيبي ابو اللذاليز. والماسوره دي كمان حجمها طويل. تكمل لبكره. اوه ده الطريق ما شاء الله مكمل معانا. ايه ده؟ والله فكرت ما فيش. طب ممتاز. يا رب مفتاح. قولوا يا الله 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 في كتاب ممتاز. في تاني هنا. طب احنا عايزين مفتاح. خلينا نلقي نظره كده ورا البيبان احتياطي برضه يا جماعه. ناخد حرثنا عشان ما نرجعش ايه ونبقى زعلانين كتير ان احنا ضيعنا ايه الفرصه. كمل. خلينا نشوف الباب ده. انا جيت هنا صح. يب كنت مشايك. طب خلينا نفتح الخريطه. طب احنا هنمشي دي طوالي او ممكن نرجع من نفس الطرقه. كويس عشان ولا بس 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 واقف يا حبيب قلبي. انت ايه ماشي مكمل ما شاء الله عليك. هنكمل هنا ونخش لمين. يب خش بقى لمين. هو الباب ده مقفول. اوكي اوكي كمل. حلو المكان ده جديد. وقلت لي ولا بيقفل البيبان دي تبقى مصيبه. والله يا سلندرينا انا كنت بقول ابنك زي العسل. صح ولا لا يا جماعه. بقول امر يا اخواتي
يب وخلاص الجيفي كده وعيونه جميلة جميلة يا خلاص يا عجبان يا خلاص عايز اخلص عليه قصدي عايز اسلم على حبيب قلبي قمر يا اخوات بذمتكم يعني دخل المكان ده كله على الفاضي يا جماعة الباب طلع اي كلام خسارة فيك والله الواحد يحط فيك المفتاح يا جماعة انا مش مصدق نفسي والله استنى يا جماعة شوف طيب يمكن يكون ورا الباب ده في امل الله خالص الباب خربان يب شكل السلندرين بقى وسطه قلت لك يا عم انا لازم اللي هنا يجي ايه اطلع عينه يا رب يتفتح معانا حلو بس يا سلندرين عيب ما خضتنيش لا انسى خلاص بقى يا سلندرين انا اسف لا اتخضيت خلينا نشوف طيب هنا ازاي في باب هنا اوكي افتح طب ورا الباب والله ما فيش اي حاجه والتاني قاعد بيتفسح يا جدعان خليني طيب اكمل في الطريق ده رغم انا مش متفائل بس اعمل ايه في كميه بيبان انا مش طبيعيه فانا قلت بالمره يعني ايه نلقي نظره مش هنخسر حاجه كمل اوه حلو كويس كده ثلاثة مية مية بكده نصنا كام يا جدعان خمسة بحس وكده نقول مبروك ده لو جيت انا كده هكون فتحه غريبة مين اللي فتح الباب ده ما اقول يكون الواد ولا تفين استنى الباب ده كان مقفول لا والله شغال يا جدعان مش الماسورة دي احنا شفناها بس ما فيش اي حاجة في المكان سمع والله سمع صوت رجلي بتقرب شايف انا اللي بقرب ولا بيقرب باب مقفول تمام خلينا نكمل طيب واحد عمال يفكر يا جماعة ويخطط نشوف هنجهز ليه دلوقتي يبقى احنا ممكن نمشي مع حدود الماسورة جاي جاي سمع صوت الزن بتاعه جينا المفترق طرق خلينا نشوف احنا عندنا المين خلينا نخش شمال يا جماعة يب لان في عندنا اوه لا لا طب مفتاح بقى مفتاح كده فرحنا والولد شغال ما شاء الله سامع صوت صوته والله عمال يتنفس يا جماعه صوته مستفز مش عارف انتوا سامعينه كويس ازاي ولا لا حاسس انه قاعد مكمبر والله اوه لا لا الباب توماتيكي توماتيكي ده مشكله يا جماعه يب اسوا حاجه الباب بيقفل لوحده بقى ايه الرخامه دي انا سبته قاعد برغي معاكم هو على طول توماتيكي توماتيكي طب يلا عايزين بس نشوف اي حاجه يا رب كتاب او اي حاجه المكان ده ان شاء الله نلاقي فيه مفتاح الدواليب دي مش فاتحها مفيش ولا كتاب يا راجل ايه المكتبة المعفنة دي مفيش اي حاجة تحمس الواحد لا فيها 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 بس مش عايز يبص جارة عشان نجات بس 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 اوكي 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 سوري يا سلندرينا انا اسفين اللي ازعاج ازعاجنا حضرتك اوكي احنا نطلع بقى من المكان ده اللي عامل زي التراب يب مكان ما يطمنش خالص يا جماعه مش لذيذ الولد سطو قريب صح والله والله الولد سطو قريب ربنا يستر يا جماعه ايه ده كتاب قول لا ايوه بقى حلو والله ما شفته مش عارف ازاي انا فكرت بقى الكتب وعدى من عليا كمل يا رب يفتح يا رب اخ كل اللي بعده تمام ايه كمية السرير ممكن يكون بتاع الجد ده جراني يا جماعة شوف الباب توماتيكي توماتيكي تحس في عفريت يا جماعة تحس المكان مسكون شكل سلندرينا اللي بتعمل الكلام ده يا رخمة كمل انجلينا انجلينا اجري 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 استني يا جوجة اجري 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 مشت مشت صح تتكسف يا جماعة يا جوجة في ايه مالك بندلعك وبنعمل لك لايك وكل حاجة عايزة ايه تاني فينك يا جوجة؟ لا يا جوجة يا فقريب خلاص بهزر بقى انت هتبخ فينا ولا ايه؟ شكلها جوعانة يا جماعة اجري 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 استنى يا جوجة اجري 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 خلاص بقى انت رايحة فين؟ انت لو جت هنا تبقى مصيبة يا جماعة الله الله يا جوجة جاية استنى يا جوجة بتجري اجري 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 والله بجري بالجنب يا جماعة اعمل ايه؟ يلا يلا بسرعة بسرعة يا حبيبي انت يا حبيبي اجري اجري مش هينفع اخش في الاماكن دي انا فتحتها هنا خلص انجز 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 ايوه كده على الاقل الصوت يبقى توتر ومستفزه والله انجزنا يا جماعه بس ايه نصنا اربعه كمان يبقى كده خلاص حلو افتح ايوه بقى مفتاح اخيرا خلى عندك دم بس الفكره بقى اللي احنا الجزء الثاني لما نيجي نفتحه هيبقى انت وحظك ممكن تلاقي حاجه مفيده ممكن ايه يطلع فنكوش ها محتاج كي تقريبا لا في مفتاح مش فاهمك انا بصراحه
ولا في مفتاح ولا في كتاب. ها نجرب ده. اوه استخدمنا الكي. يا رب يكون في حاجة. يا رب يا رب يا رب يكون حاجة مفيدة يا جماعة عشان ما تصدق اللي انت باب مالكش اي 30 لازمة. والله خسارة فيك المفتاح يا جماعة. فتحنا على الفاضي ولا في اي بطيخ. مفيش اي حاجة يا راجل. انت بتهزر بقى. سلندرين يا فقرية تطلع لنا منين؟ والله مش فاهم الكلام. انت كمان في بابين هنا. لوك دي يا جماعة. يا رب مفتاح مفتاح فرحني كده. طيب مفتاح على الاقل يا راجل. مفيش مفاتيح. اوكي طب على الارض ولا اي حاجة؟ ايوه ايوه سانكيو سانكيو. افتح. تمام نقدر نفتح الباب بقى اللي ايه؟ في واحد هنا كنت بفتحه. هو ده. يا رب يا رب حاجة مفيدة. كتاب كتاب يا راجل يا راجل. خلي عندك دم. ولا في مفتاح ولا في كتاب. مستحيل. انا هقدر ارفع حول نفسي ولا ايه؟ سلندرينا يا فقرية انت كمان. خلاص بقى سلندرينا انت قطعك بينا. مش كده مش لقينا الحاجة اللي احنا عايزينها. والله حيسانة معاها. خلينا نشوف طيب الخريطة. المكان ده سيء يا جدعان. عايزين نشوف البوابة دي كلها المقفولة لوحدها. والله سلندرينا خرشمتني حرفيا. كمل ماشي. خلينا نشوف الباب ده كده واحنا ماشيين. لوكد. اوكي مش كل واحد لوكد يا جدعان. ممكن يحمسنا ان احنا نروح نفتحه لان في زي ما قلت لكم بنفتح في الاخر خلاص بيطلع ايه اي كلام. خلينا نشوف الاتجاه بتاعي. في بوابه هنا معقوله ما رحتهاش. بعيده جدا بعيده وغريبه. يب كمل طوالي. هي الاوضه الوحيده اللي موجوده لوحدها وموجوده في الزقره يا جماعه في زاويه فغريبه مكانها. فانا برجح ان شاء الله نلاقي على الاقل فيها. يا مفتري. كانت مكبرة يا جماعة في الأوضة. اوكي اوضة انجلو. اوكي مفتاح ممتاز. الواد بيته هنا قاعد مكبر هنا. سلام قاعد انت مستقنص يعني كل الفرح ده عشان تتزعف وش هنا والتاني يدينا مفتاح. ايوه في كتاب. والله دي اللي قنبلة يا جماعة. يب كده استفدنا استفادة مش طبيعية كده. اطلع وانا مبسوط. نقدر نفتح البوابه اللي كانت هناك. بس ده نمشي على الاماكن اللي فيه. ناخد الزاويه اللي هناك اللي تحت دي كمان في الخريطه. ايه رايكم ده المكان الخروج؟ ايوه وانا ماشي هنا على ايدي اليمين كان في باب مقفول فاحنا نقدر نستخدم فيه المفتاح نجيب كتاب تاني. ما خلاص بقى يا سلندرينا يا فقريه انت مكبرانا ولا ايه؟ خلاص يا قاعده تستمع ولا ايه يا جماعه؟ شكلها ودناها معانا مركزه. بسم الله ما شاء الله عليها تسمع دبه النمله يا معلم. نرجع بقى تاني. يب ايوه الباب ده. يا رب يكون هو. يا رب نلاقي حاجه مفيده. ايوه في مفتاح. يا رب كتاب كمان. يبقى كده دلع كده دلع. يعني مش مشكله. هو ايه يعني ايه اخد كتاب وعوضنا بكتاب. شكرا يا عم العفريت. طلع عفريت محترم ابن ناس يا جماعه. المكان اللي رايحه ده يا جماعه مش لذيذ قوي يعني فاهمني لان الولد شغال عمال يحوم. والله سامع رجليه شغال. بصوا مدبل كل حاجه. كمل. خلينا نشوف الخريطة. لا انا عايز ارجع للبوابة التانية. في باب هنا صح على ايدنا الشمال. يابا انا عايز القي نظرة على الاقل عليه. يا رب بس الولد الفقري ما يكونش قاعد. هو فين؟ اختفى. احنا دخلنا ده؟ اولا لا. يب دخلنا. اطلع 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 اطلع. تمام اوكي. اعوذ بالله. منين قاعد جوه الغسالة مكمبر دي؟ تقريبا بتغسل الغسالة حضرتك الاسلندرين يا جماعة. وانا مقلب الحوار ده. طيب يا لهوي على المنظر. اوكي كمل كمل كمل. احنا دخلنا المكان ده بس ما كانش معايا المفتاح كده. انا معايا مفتاح تاني. ايوه كمل. عايزين نروح للاوضه اللي هناك لمين؟ دي كانت مقفوله يا جماعه ولا يا ريت تفكروني. ثواني ثواني بزاويه. لا الباب ده اوكي الباب ده مفتوح. كمل يا وحش. لهوي يا لهوي. امشي يا جونجا. اوعى تترينا. جزء ورايا. اجري 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 اجري. يلا يلا بسرعة بسرعة بسرعة. انجلونا يا جماعة اتجنت. خش في اي زاوية. يا الرب. والتاني واقفة مكبرالي بطريقة مش لذيذة خالص. اوكي خلعنا. يب. اوكي اوكي في باب تاني هنا. ها. يا جماعة مين اللي بيقفل البيبان بقى المزاولة اللي انتوا بتعملوها فينا دي. انا كنت سايبه الباب مفتوح ده. مش احنا دخلنا هنا وده مكان تاني. والله ما عارف يا جماعه. مش ده والله شكل المجنونه دي ربنا يستر. اوكي في كتاب هنا يا راجل. والله ما كنت متوقع. اوه لا طب حلو يا جماعه. في باب بقى هنا مقفول يا معلم. بس افتح يا زعيم كده مبروك عليك.
الولا ماشي هنا ولا ايه؟ والله صوت رجليه يا جماعه العيله دي بتتلخبط فيه بصراحه. يخرب عقلك اجري اجري. شفت والله حاجه كده وناسه بتجري يا جدعان في وسط الزحمه. اجري 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 اجري. يلا 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 قطع شايك المكان ده بس للاسف. يلا انا اللي جابني هنا. كمل اي حاجه كمل. امشي بعيد الله امشي بعيد الله. ايش رش ميه امشي كي كي كمل كمل تمام. فين بقى الباقي؟ هانت يا جماعه هانت. خلينا نشوف طيب الخريطه اللي بيني وبينكم بيت ايه. الواحد دماغه بتفسر شويه. ايوه ده 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 حلو. يا رب يا رب الاقي كتاب. كتاب الاخير كتاب الاخير. معقوله معقوله ما نلاقيش في اي حاجه يا جماعه؟ مش مصدق والله. افتح يا جدع دور كويس تاني. للاسف مفيش اي حاجه كمان. شكل ولا الفقر جاي. انت جاي منين يا ابني؟ سامع اصوات غريبه والله. كمل. ولا 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 عضني من كوارع دي للقلب. تكزلنا على دماغي. عايز الرضعه يا جدعان يا استاذ الدنيا. شوف عيالك والله ما عرفتش تربي ولا عرفت تعمل اي حاجه. اجري 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 اجري. هي الفقر يا استاذ رينا بقى مش وقتك بصراحه يا استاذ رينا. اتخسرنا يا جدعان على اواخر الحبل ده. كنا ماشيين انا من انا بمال انا في المراقبه ما فجاه كده ليه؟ كمل كمل كمل. ممكن تكون بتوجهنا لحاجه يا جماعه. الفقر لسه ما تمشي يا ولا. والله بالشبشب وراح فين؟ اوكي 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 لقيت الباب الاخير. والله حوار يا جماعه. بصوا مكانه فين؟ في حته غريبه. حلو تمام. انا باب الخروج ايزي. خلينا بس نشوف نجري ثواني. انا جاهز. يب باب الخروج هيبقى سهل يا جماعه. ركز شويه نقدر نوصل بالسلامه. اوكي ايه التوهان اللي انا فيه ده؟ كمل 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 مكان. خش المين في المين. يب كمل المين. يلا الورا الفقري خرشين لغايه ما قلت يا بس. فينك الله فينك الله والله ما بتربي. ست الحسن والجمال ست الحسن والجمال القمر. ايوه يا بنتي انت واقفه مكبره لي ليه؟ هو في يا سلندرينا؟ خلاص بقى خلاص بقى يا سلندرينا. انا اسف والله يا مجنون يا جدعان. خيرا الحريه يا ابو اللجليج. ولا لا مش مصدق يا جماعه طولت معايا قوي. شدوا على المفاتيح. الله 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 الله. سمعت صوت حنفيه مستفز. والله النهاية استنى الجزء الثالث محضر له كمين. يا رب يكون عجبكم فيديو النهارده. شوفوا فيديو جديد مع ستيوب جيمنج. يلا سلام.